المانجر بتاع شركه ايج وايت. بعض الناس اللي موجودين طبعا زمايلي وبعض الناس كنت لسه اول مره اشوفهم النهارده الصبح، والحمد لله ان هو بسطوا السيشن الاولانيه بتاعت الفيرتشوال سيشن، واتمنى ان شاء الله باذن الله يستفيدوا كمان في السيشن بتاعت الاي تي اي. اوكي قبل اعرف الناس في الاول، انا اسمي مصطفى الشامي. البدايه بتاعتي كانت حاجه جميله جدا، يعني انا حابب ان انا اقول كده لسبب، لان بعض الناس فاكرين ان المجال دوت هو يعني محدش يخش ولا يسمعه الناس، تمام؟ وبعض الناس ده الوجه الاخر من العمله باصين ان المجال بتاع الاي تي سوري في اللفظ بتاع اللي ملوش مجال، يعني اي حد مش عارف يعمل حاجه ومش لاقي شغل مش لا روح خد منها او روح خد لك كورسين وخلاص، فيتقال لك في الاخر يبقى معاك كارنيه على فكره ويتقال لك انت باشمهندس. لا الموضوع ما هوش كده خالص يا جماعه، الموضوع هو عباره عن علاقه حب. لو العلاقه دي حضراتكم حد منكم قدر يوصل لها هينجح، سواء في الاي تي سواء في الزراعه في التجاره في التصنيع في اي حاجه، والله الموضوع كله حياتك كلها عباره عن علاقه حب، بس انت قدرت تفهم ايه هي الاطراف بتاعت العلاقه وتحبهم، تمام؟ انا في الاول انا اصلا خريج اداب انجلش، تمام؟ وبعد كده رحت خدت ابو بقى الفاضل بيرجع لي من بعد ربنا سبحانه وتعالى، خدت منحه من الحكومه، تمام؟ المنحه دي بس كانت مميزه شويه الحقيقه، المنحه دي كانت مقدمه من مايكروسوفت في مصر واي بي ام في مصر ووزاره الاتصالات في مصر وجامعه نيو برانزويك في كندا. اوكي بدات احتك بمين؟ بالاجانب في بدايه حياتي. اوكي بعد ما خدت المنحه ديت وخلصت، طبعا كانت المفروض ان هي 1800 ساعه في 12 شهر، ما خلصتش في 12 شهر، خلصت في 13 شهر، تمام؟ بعد ما خلصت كان في حوالي خمسه كنديين معانا هنا وكان بقيه التيم هناك في كندا وكانوا شغالين بالفيديو كونفرنس لمصر ولفرنسا في نفس الوقت. كانت حاجه ممتعه في وقت. بعد ما خلصت لقيت ان الموضوع دوت ممتع جدا، الكلام ده في بدايه الالفينات. طب هاو بعدين؟ بقى في عندي نهم لان انا لقيت نفسي في المجال دوت. هاو بعدين؟ بدات ان انا ادور على حاجه، اول ما بدات تظهر بعد كده الويندوز سيرفر 2003 بدات ان انا اعمل الابجريد بتاعي. هي الدنيا كلها مايكروسوفت وبس. او اي اكس اي شركه ثانيه اكس او واي او زد، لا الموضوع مش بتاع شركه. هنتكلم في كارير. عملت الابجريد، طب هاو بعدين؟ بدات ادور لقيت ان هو حاجتين الواحد ممكن يعملها، يا اما يفضل مستني شهادات جديده ويفضل يابجريد نفسه، يا اما ممكن كمان يخش في حته الاكاديميك. رحت الاكاديميه البحريه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اللي هم بيطلقوا عليها الاسم بتاع الاكاديميه البحريه. رحت عملت دبلومه في الانفورميشن سيستم، الحمد لله عدت ونجحت فيها. بعد كده عملت الماستر بتاعي معاهم، الف الحمد لله شكرا لوحده الحمد لله خلص، ودلوقتي بكتب السيزز بتاعتي الرساله بتاعتي. بس انا ما اخبيش عليكم، في الوقت اللي انا كنت بستفيد جدا جدا من الاكاديميه، بس ده كان على اي مستوى؟ ده كان على المستوى الشخصي، كان على مستوى المعلومات، ان انا لما باجي اقف مع حد الاقي نفسي الراجل ده فاهم، وابص الاقي اعجاب الناس بيبان في عينيه. يقول لك لا مش معاك معلومات، والله انت كويس، انت تعرف حاجه كويسه، بس في شغلي ما كانش بيفيدني. هي دي حسبه البرمه، ازاي ان انت تطور نفسك في شغلك؟ امشي في انهي اتجاه؟ امشي اكاديميك ولا امشي سيرتيفيكتس؟ وانهي اللي يفيدني وانهي اللي ما يفيدنيش؟ أني اللي يعتبر تضييع للوقت؟ أني اللي يعتبر تضييع للفلوس؟ أني اللي يعتبر تضييع للاثنين؟ وده الأكثر خطورة. دي العلاقة اللي احنا بنقول عليها لوز لوز، مش لوز وين. لا احنا عايزين نطلع النهارده بحاجة اسمها الوين وين. أنا أكسب والطرف الثاني في العلاقة يكسب، دي علاقة الحب اللي أنا بتكلم عنها. أوكي؟ بعد ما خلصت الكلام ده كله كنت برضه عمال أبجريد نفسي، لأن الحكاية دي أنا دبلومة وماجستير أنا بديهم سنة 2003. احنا دلوقتي في كام؟ احنا النهارده كام؟ 30 ولا 29؟ 30. النهارده 30 يناير 2010. حتى الان انا لسه بكتب في رسالتي. يعني الله اعلم على 2011 ولا 2012 على حسب اراده ربنا سبحانه وتعالى، لما خلاص حاجه زي كده يبقى انا خدت بتاع 9 سنين. يعني انا عشان اغير الكارير بتاعي وامشي في الاتجاه الصح خدت المده دي. طب انا لو كنت عارف الطريق ده من الاول كان هيفرق معايا في حياتي اكتر بكتير ولا لا؟ تمام. المهم بدات اتخصص اكتر في مايكروسوفت وفي السكيورتي. الحمد لله بقيت اس اي واس اي 2000 و2003 و2008. بعد كده بدات اخش في المجال بتاع التريننج لان لقيت عندي حاجه كل واحد فينا عنده ملكه لو قدر يكتشفها يبقى احسن واحد في الدنيا. لسبب الملكه اللي عندك مش عند حد تاني في الكون، دي وجهه نظر بتاعتي انا شخصيا. كل واحد على وجه الارض في عنده حاجه مش عند بقيه الناس، جدع طلعها. الحمد لله لقيت الملكه دي عندي ولقيت ان هي التريننج، بدات ابقى ترينر، بدات اتعمق الحمد لله لحد ما خدت في 24 ديسمبر 2008 واحد من احسن، نرجع نكمل الموضوع بتاعنا، لحد ما الحمد لله جيت في 24 ديسمبر 2008 مايكروسوفت اختارتني واحد من احسن 10
ام سي تي، خدوا بالك بس عشان الناس تفهمها صح، ام سي تي اللي هو مايكروسوفت سيرتيفايد ترينر، ام سي تي تكنيكال ريفيور، يعني واحد من حقه ان هو يشوف الكتب والماتيريال ويجي في الاخر يروح قايل لا يا جماعه الباور بوينت فيها معلومه ناقصه، الا في حته مش موجوده يا ريت نزودها، او في حاجه زياده مش موجوده، يعني فاهمين؟ دوت راجل مش بتاع ايديتنج، انا مش بقول في غلط في السبيلنج، انا بتكلم تكنيكال. واحد من احسن 10 في البي 100 الف حمد لله شكرا، واحد من احسن 10 وصل واحد من احسن 30 واحد في العالم، لانهم مقسمين العالم ثلاث اجزاء. طب هل بعدين؟ هل هقف؟ لا، انا عايز حضراتكم يبقى عندكم نهم، مش عايزك تشبع في الحته بتاعت المعرفه والعلم. طيب تعالوا نشوف ايه اللي حصل معايا بعد كده، بعد ما مشيت في مايكروسوفت ومشيت في السكيورتي وعملت كل حاجه ممكن ناخدها. خدت زي ما قلت لكم في مايكروسوفت اس اي واس اي 2000 و2003 و2008 سكيورتي اند مسجنج، خدت ويب سنسر سكواد سكيورتي انجينير، خدت سيرتيفايد اسكال هاكر، خدت الاس اس سي بي وهكذا. بدات بعد كده اطور على حاجه ثانيه. احنا في عندنا مشكله يا جماعه. المشكله دي هي ايه؟ ان احنا كلنا بنتكلم تكنيكال. انا في سؤال عايز اساله لحضراتكم وانتم اللي تردوا عليه. اي واحد مننا، وطبعا مقصود ان هو في مجال الاي تي، لان كل يوم في جديد، مجال مش طبيعي، بس في عندنا مشكله كبيره كلنا. ايه هي؟ تعالوا نقارن ما بيننا وما بين الاجانب. هتبقى في مشكله كبيره جدا. اولا حضرتك بتشتغل المفروض الخمس ايام الرسميه بتاعتك، صح الكلام؟ اللي هو من حد الخميس من 9 ل 5، بس بالاضافه ان حضرتك بقيه الايام بتمشي واخد من الشغل وبيتصلوا بيك كتير، والويك اند بتفتح في بي ان وتقعد تشتغل من بيتكم، صح الكلام؟ والله انا بتكلم غلط، انا بوصفكم لان انا واحد منكم، خدت بالك؟ انت بتشتغل كتير جدا وبتتعب كتير جدا، ولما اجي اسالك بقى سؤال شخصي انا وانت على جنب مش قدام الناس دي، انت راضي عن نفسك؟ انت مبسوط عن اللي بيحصل ككارير؟ انا مش بتكلم كمرتب، مش بتكلم كشهادات، انت من جواك انت راضي عن نفسك؟ هتيجي تقول لي انا دايما عندي حاله عدم ساتسفاكشن، انا عندي دايما حاله عدم رضا. في فرق ما بين ان انا عندي نهم بالعلم، في فرق ان انا مش راضي عن نفسي، انا متضايق شويه. طب تعالوا نشوف الاجانب. الاجانب بيشتغلوا المواعيد بتاعتهم الرسميه. من النادر ان احنا نبص نلاقيهم بره مواعيد العمل بيخش الا لو كريتيكال كيس او تيكت، وطبيعه شغله مكتوب فيها ريتن ان هو من حقه ان هو بره مواعيد العمل يخش. يعني مع صح لو جيت تتكلم، عشان بتكلم بتعامل كتير جدا مع اجانب، لو كلمت واحد بره مواعيد العمل هتلاقيه مثلا وسط اصحابه وسط اهله في البيت.